Literally, according to US media reports, the leaders of Saudi Arabia and the UAE are not answering Biden's call. لا يزال الخلاف بين الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية قائماً. ففي ظل استياء المملكة من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عقب طلبه من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان زيادة ضخ النفط في السوق العالمي، أكد بن سلمان في تصريح لمجلة دي أتلانتيك أنه لا يهتم بمواقف بايدن. هذا الأمر خلق بلبلة في الإدارة الأمريكية، حيث نقلت وكالة بلومبرغ عن مسؤولين أمريكيين تأكيدهم أن إدارة بايدن تبحث مدى جدية هذه التصريحات للتأكد من كونها مجرد كلام أم تحولاً حقيقياً في السياسة السعودية. تعهد بايدن خلال حملته الانتخابية بأن تكون المملكة دولة منبوذة في عهده ومخاطبتها حينما يحتاج منها شيئاً بحسب وكالة بلومبرغ لم يلقى استحساناً لدى السعودية، حيث أكد مصدراً مطلعاً لصحيفة وول ستريت جورنال أنها تجري مشاورات مع الصين خصم أمريكا التجاري لتسعير بعض صادراتها النفطية باليوان. هذه الخطوة التي يتوقع أن تؤثر على سيادة الدولار في سوق النفط العالمية اعتبرها عميد كلية التمويل والتجارة الدولية بجامعة شنغهاي تشانغ بوجوي أنها ستكون انفجاراً حقيقياً لسوق النفط مع عواقب وخيمة على نظام المالي الراهن. ولفت الخبير إلى أنه وفقاً لبعض الدراسات فإن دورة عملة البلاد التي تعمل كعملة دولية مهيمنة عادة ما تكون حوالي 100 عام. من هنا يرى أنه إذا كانت وجهة النظر هذه صحيحة فمن لحظة إنشاء نظام بريتون وودز في عام 1944 لدورة توزيع أرباح الدولار المهيمنة لم يتبقى سوى القليل قبل انهيار هذا النظام. التغير في نظرة المملكة لعلاقاتها مع الدول دفع بعض مستخدمي مواقع التواصل إلى تداول مقطع فيديو ادعوا أنه يظهر إعلان السعودية إنهاء الحرب في اليمن، إلا أنه تبين أنه قديم ومجتزأ، إذ يظهر وزير الخارجية السعودي خلال عرض مقترح لإنهاء النزاع في اليمن في عام 2021 وقد رفضه الحوثيون آنذاك.